يقصد المدنيين جوا. حصلت الجزيرة على هذه الصور من طائرة مسيرة إسرائيلية من أسطول يحوم فوق غزة منذ ما قبل 7 أكتوبر. ويبدو واضحا من الصور أن هؤلاء الفلسطينيين لا يحملون السلاح ولا يشكلون خطرا على أي شيء أو أي أحد. صاروخ يستهدف الشبان فيستشهد منهم 2. لا يمكن عرض الصور كاملة بعد سقوط الصاروخ الأول نظرا لفظاعتها. يستشهد منهم 2 ويظهر في الصور أحد الشبان مبتعدا عن مكان سقوط الصاروخ. وبالعودة للموقع يبدو في الصور أن أحد الشبان يتحرك. كل هذا والمسيرة لم تترك المكان، وكل هذا والمسيرة ومن يشغلها ومن يتلقى الصور التي تلتقطها في مركز قيادة القوة الجوية للاحتلال يستطيع أن يرى بوضوح أن الشبان لا يحملون السلاح، وتبقى المسيرة في المكان، تعود لهم. لا تخطئ قوة الاحتلال أهدافها، وهدفها في هذه الحرب المدنيون. تعود وتطلق النار من جديد. إنها الجريمة الكاملة، أو كادت أن تكون لولا هذه الصور.